هنا في مزارع المانجو بالإسماعيلية بدأ حصاد المانجو الإسماعيلية، دي طبعا السكري الأبيض اللي بدأ يطرح في الأسواق بأسعار مختلفة ما بين من 20 ل 30، وفي بعض المزارع بتبيع ب 40 و 45 جنيه. دي المانجا السكري، وديت المانجا النعومي الاسماعيلاوي، مانجا النعومي الاسماعيلاوي تتميز طبعا ان هي حبتها كبيره كده وحمرة. اي مع حضراتكم ديت المانجا النعومي زي ما شايفين حضراتكم كده، بتكون حجمها كبير وتتميز كمان ان هي حمراء. ومن ضمن المانجا المشهوره في الاسماعيليه والمميزه مانجا النعومي، ده نعومي شايفين حضراتكم يعني قدامها كمان خلاص بالظبط يعني 3 4 ايام وتبدا يتم طرحها في الاسواق. لكن تم بدء الحصاد الاسماعيلاوي او المانجو الاسماعيلاوي بدءا من اليوم، وبدا يتم قطف السكري الابيض. بنوصل مع حضراتكم جولتنا في مزارع الاسماعيليه، وبنرصد مع حضراتكم بدء حصاد المانجو الاسماعيلاوي. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا بدا السكري الابيض يتم حصاده، وخلال الايام القادمه طبعا هنشوف انواع اخرى مختلفه كتير جدا هتنزل الاسواق. ودي المانجا الاسماعيلاوي، ودي احدى المزارع المانجا هنا في مدينه الاسماعيليه. لكن زي ما قلت لحضراتكم في تراجع في كمية إنتاج المحصول هذا العام نتيجة تعرض المزارع هنا في الإسماعيلية إلى رياح شديدة أدت إلى سقوط تقريبا حوالي من 30 ل 40% من إنتاج المحصول. وديت بقى السكر يا جماعة، حضراتكم شايفين السكر الأبيض أهي، أهي حضراتكم سكري الابيض ديت حبايه استويت مستويه. المانجا في الاسماعيليه تحت بند موسم الحصاد، النهارده بادئين موسم الحصاد بدري شويه، المفروض نبدا الساعه 9 صباحا طبعا نجيب المحصول هنا. ده طبعا بدايه محصول السكري الابيض، السكري الابيض الاسماعيلاوي، وده بيكون طبعا في سواء القطف بيحصل حاجتين بالنسبه للحصاد، بيحصل قطف من على الشجره زي المانجا المستويه اللي قدامنا دي زي اللي هي موجوده هنا اهي، وطبعا بيحصل بنلاقي مانجا طبعا مستويه واقعه على الارض، فبيحصل حصاد من ده. طبعا احنا كلنا عارفين ان موسم الحصاد خلاص رسميا بدا في مدينه الاسماعيليه، وتحت بنود كتيره جدا، عندنا حاجات كتيره انواع تانيه النهارده كتيره، مثلا ما عندنا مثلا الصديقه، الصديقه دي اكتر نوع مانجا بيتصدر بره مصر، نوع المانجا الصديقه دي من اجود الانواع المانجا الاجنبيه اللي موجوده في مدينه الاسماعيليه. وطبعا وزن الحبايه بيصل الى كيلو او كيلو و200 جرام، وطبعا من اكتر الدول اللي بتتصدر او بتستورد نوع المانجا الصديقه دي طبعا انجلترا عندنا، وعندنا المانيا. طبعا في كمان انواع ثانيه كتيره زي النعومي زي العويسي زي الفص، وطبعا بس لسه موسم الحصاد بتاع العويسي لسه قدامه 10 ايام او 15 لانها بتبدا من يوم 25 يوليو تحديدا. ولكن طبعا السكري الابيض وبعض الانواع زي السكري الممتاز والاز وبعض السكري الاخضر والحاجات دي كلها بادئه دلوقتي بقى لها حوالي اسبوع. طبعا عندنا كمان مهرجان المانجا ان شاء الله في 18 اغسطس جاي، وكمان عندنا موسم حصاد في الاسماعيليه بيقعد تقريبا حوالي 60 يوم بدايه من 10 يوليو الماضي.
كلنا عارفين ان الحصاد دلوقتي كله في السكر الابيض، والسكر الابيض بيبقى بالطريقه دي، بيبقى طبعا الحبايه بتبقى نضجت بالشكل ده. طبعا عشان نعرفها نضجت او لا بتبقى اصفرت بالشكل ده. اي حبايه مانجا بتبقى نضجت، بتبقى استوت يعني، بتبقى نضجت بالشكل ده، فلونها بيبقى اتغير على طول من الاخضر الفاتح الى الاصفر زي ما احنا شايفين كده بنفس الشكل. برضو عندنا هنا مانجا صفرة اهي، ودي بتبقى نوع اسمه فص السكري، اللي هي الصغيرة دي بتبقى اصغر حباية، بتبقى حبايتها صغيرة كده وصفرة. عندنا برضو هنا بيبقى بنفس الشكل اهي، بتبقى غيرت لونها، فلذلك بتكون عرفنا انها نضجت لان احنا بنقطفها او هي بتقع على الارض على طول. برضو اهي بتبقى نضجت بالشكل ده. نروح جايبين ده اسمه الخطاف، نروح جايبين خطاف كده وعاملين لها زاويه من تحت زي الزاويه العكسيه عشان ما توقعش المانجا اللي معاها اللي مش مستويه. بنروح جايبين المانجا الخضراء اللي هي المانجا، اسف، المانجا الصفراء بس هي تبقى تلمها وتطلع على طول المنافذ البيع او السوق. كات. تمام. صباح الخير عليكم مع تاني اهم نوع بيتصدر بره مصر، وهو طبعا النعومي. زي ما احنا شايفين كده حباية النعومي يصل حجمها من 300 ل 350 جرام، وطبعا اهم دولة بتستورد المانجا النعومي عندنا في الشرق الاوسط، عندنا السعودية والكويت، وعندنا كمان سلطنة عمان. عندنا كمان النوع ده بيروح اغلبه في الدول في شمال اوروبا زي الدنمارك، زي كمان فنلندا، زي كمان عندنا النرويج. نوع النعومي ده بيتميز طبعا بحاجات كتيرة، من أهمها ان هو صافي منسوب اللحم فيه، بيكون كتير جدا حوالي اكتر من 80%، وده طبعا نوع مطلوب جدا للعصير وصناعة الشرايح بتاعة المانجا. وعندنا طبعا في حاجة غريبة جدا، ان النوع ده لما اتزرع هنا في مصر نسبة السكر كانت فيه عالية جدا، فلذلك الطلب من التصدير من مصر الى الخارج. عندنا كمان النوع ده دخل مصر مش قبل من 12 سنة، وطبعا خلال ال 12 سنة دول عزز نفسه، والنعومي طبعا نوع كاسم اصبح معروف جدا وسط الدول الخارجية. وكمان الشجر اللي قدامنا دي، لو احنا بصينا للشجر اللي قدامنا دي عمرها حوالي 4 سنين، وطبعا بيجيب ثمر بحوالي بالظبط من 80 ل 100 كيلو، يعني اعلى معدل للشجره المثمره في المانجا، وده طبعا نوع بيحبه المزارع المصري علشان يزود من انتاج المانجا في الاسماعيليه. وطبعا احنا زي ما احنا قلنا معلومه في اول الموضوع، ان الاسماعيليه لماذا تتميز الاسماعيليه بنوع المانجا او بالمانجا الاسماعيلاوي. سنة 1869 رسميا تم افتتاح قناة السويس بطول 193 كيلو من المدخل الجنوبي للمدخل الشمالي، وده عمل عندنا طفرة رهيبة في الزراعة، ان نسبة المياه الجوفية ارتفعت، فطبعا المانجا نجحت في الوقت ده جدا علشان خاطر ان المانجا بتحب الارض الملوحة. الرقم الثاني اللي هو رقم 2، علشان الاسماعيلية البيئة بتاعتها والتربة بتاعتها خالية من الملوثات، فدي طبعا نضجت المانجا واصبحت من افضل انواع المانجا على مستوى العالم. نتعرف بيك. انا خالد ابو جبل. تمام. النهارده شايف بدء حصاد محصول المانجا بالاسماعيليه، كلمنا عن انتوا هل كل سنه بتبداوا في هذا التوقيت تبدا موضوع الحصاد، ولا ايه اللي بيتم يعني؟ احنا مانجا الاسماعيليه بتبتدي في منتصف شهر 7، دي بدايه حصاد مانجا الاسماعيليه، لكن المانجا اللي كانت في السوق قبل كده من شهر ومن شهر ونص دي مانجا الصعيد. لكن مانجا الاسماعيليه بقى بتتميز بتربتها والمناخ بتاعها، حتى اشهر مانجا يعتبر في العالم والوطن العربي كله هي مانجا الاسماعيليه. كمان الريحه بتاعتها مميزه جدا. مانجا الاسماعيليه برضه بتعرفها من بعد. من بعد مثلا 10 متر بتشم ريحتها على الشجره، بتشم ريحتها. ايه الفرق ما بين المانجا الاسماعيلاوي والمانجا الصعيدي غير الريحه؟ طعم كمان؟ الطعم والتربه بتميز مانجا الاسماعيليه بالتربه بتاعتها، لان الارض الاسماعيليه ارض خصبه. تمام. تربتها تربه والميه اللي بتشرب منها. كلمني عن الفرق بين المانجا المستوي على الشجر والمانجا الكمر او الرش.
اول حاجه ريحتها، المانجا بتعرفها من ريحتها، يعني لو شميت ريحه المانجا بتعرفها كمره او رش. ولو دوقتها بتكون المانجا المرشوشه دي بتكون مانجا مليفه، غير المانجا اللي انت بتقطفها من على الشجره او بتاخدها طبيعي، طعم وريحه وجوده وكل طعم حاجه، طعم وريحه وجوده. لكن عشان كده سعرها بيكون مختلف شويه عن المانجا المكمره اكيد يعني، ومانجا الاسماعيليه برضه مختلفه جدا عن اي محافظات تانية. تمام. الموسم مكمل معانا لقد ايه يعني؟ قدامنا قد ايه كده في الموسم ان شاء الله؟ معانا النص تسعة مثلا او اخر 10. تمام. قول لي النهارده يعني مثلا بدانا بالسكر الابيض، بقى ايه الانواع الثانيه اللي موجوده في تطرح عندنا في اسماعيليه؟ اول حاجه بتبدا تبشر معانا هو الابيض. تمام. بعد كده بندخل بقى في صناف في نص 8 مثلا. نص 8 اللي هو 15/8 او بدايه شهر 8 بتبدا معانا بقى العويسي يبشر، السيبشر، الصديق، النعومي، التومي، كل انواع تبدا تبشر معانا، وبندخل في الموسم بقى. اشكرك، شكرا جدا.